نبدأ الكلام تاعنا من الأبسط إلى الأعمق. أبسط سؤال يقدر يطرحه أي إنسان هي: ما هو فيروس كورونا؟ ما هي أعراض الفيروس؟ الكورونا هي من عائلة الفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز التنفسي، هذا كتعريف بسيط. أما عن الأعراض فتنقسم إلى قسمين: أعراض التي تكون موجودة في أي إنفكسيون، إصابة بفيروس كورونا هو إنفكسيون، والأعراض تاع الجهاز التنفسي عند المصابين بالفيروس. الأعراض العامة هي ظافر، أي الحمى هو العرض الأكثر شيوعا، ولدينا أيضا الشعور بالإرهاق والتعب هو راستيني، لدينا أيضا القيء أو الرغبة في القيء اللي هي لينوزي إلي فوميسمون، ولدينا أيضا الصداع ديسيبالي، لدينا أيضا يقولوا بلي كاين ديزانفلاماسيون ديزاختريت يعني التهاب المفاصل ولكنه أقل شيوعا، وعندنا أعراض خاصة بالجهاز التنفسي. أولها هي الكحة الجافة، الباسيون يزعل بصح سعل الجافة هذيك ويسعل كثيرا، يسعل عدة مرات خلال اليوم، وهذا السعال هو الطريقة اللي راح يكون بها البروباغاسيون للفيروس، نهار اللي يرمي هذوك الكتلات تاع اللعابة تاعو هي اللي راح تدير الانتشار تاع الفيروس، وهي اللي راح تعدي الأمراض الأشخاص الأصحاء من أهله ومن الناس اللي كانوا أون كونتاكت مع المرض. هذه الكحة أهم عرض، وهي العرض الثاني شيء في الترتيب الأكثر شيوعا بعد الحمى، ولدينا أيضا الديتريس ريسبيراتوار أي الصعوبة في التنفس. لدينا ايضا انترودكسيون دو ميكوس، يعني الباسيون يقدر يخدم شويه بلعوم النهنه، وعندنا ايضا التهابات الحلق ولكنها من الاعراض الاقل شيوعا. هذه بالنسبه للاعراض بصفه عامه، ولكن لدينا العديد من الامراض الفيروسيه والميكروبيه التي تصيب الجهاز التنفسي واللي تقدر تخدم لنا اعراض تشبه اعراض الكورونا. كيفاش الاطباء يقدروا يفرقوا ما بين هذا مرض تاع كورونا وهذا ماشي مرض تاع كورونا؟ نبداو باللا كلينيك ولا لو كونتكست ايبيديميولوجيك قبل ما نروحو للتحليل. لو كونتكست ايبيديميولوجيك واش يقول لك؟ يقول لك بلي هذا لو باسيون اللي عنده الاعراض تاع الكورونا، هل كان في كونتاكت، هل كان في اتصال مباشر مع احد المعارف تاعو اللي خرج بوزيتيف، ولا احد، ولا رجع من زون من منطقه اللي تحتوي على فيروس الكورونا، كما صرنا هذا في الجزائر العائدين من فرنسا كانوا حاملين للمرض. دونك ايبيديميولوجيكمون بارلون واش نقولوا؟ نقولوا توت فيير ابخي روتور دون زون دونديمي اتيون كورونا جوسكو بروف دي كونتخير. دونك هذه هي اهم الاشياء اللي نقدروا نعرفوها فيما يخص لو كونتكست كلينيك اي لو كونتكست ايبيديميولوجيك.